فهنا بيبان بقى الفكرة القيم الغربية اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي المفروض تكون يعني موجودة في الإعلام اللي احنا دايما بنقول. احنا كان في بعض المؤسسات بنفتكر ان دي التغطية المتوازنة، التغطية اللي هي لا، وقت ما بيكون في مصالح سياسية معينة بيتم يعني توجيه الإعلام. طبعا يعني احنا عندنا في الإعلام بعض يعني الدراسات بتقول او كانت بتتكلم على كيف نصنع الموافقة العامة، او اللي هو ايه، ازاي تأسيس بقى في الرأي العام العالمي، يحدث حالة يعني قبول لما حالة يحدث قبول يعني. لدرجة ممكن نعمل فعل فيه إغارة وفي نفس الوقت تتقبليه يعني بشكل عام، يعني زي ما زي حضرتك قلتي من صناعة شوية، الرأي زي العام كده المستشفى اللي يعني بالظبط. تم إسقاطها في غزة وقالوا إن الغزاويين هم اللي قاموا بالظبط. بيها يعني، وهذا وفعلا ده مش غير في منطقي يعني. صح، حضرتك فكرتيني، دي حاجه مهمه جدا، ان قالوا ان في الصاروخ اللي قصف المستشفى ان ده صاروخ من حماس، وتم تكذيب ذلك. بي بي سي نفسها او بعض المؤسسات رجعت كذبت ده، او صحيفه لوموند، لانه طلع ده كلام غير صحيح وإن وغير تحت دقيق المستشفيات في أنفاق في وفي انفاقه، ده لم ما أسلحة. قدروش ان هم يثبتوا أي من هذه الروايات. فطبعا مع استمرار العمليات دي بدأ يبقى في رأي عام بقى مخالف للرواية الواحدة اللي كان الإعلام الغربي بيرددها. بيرددها طب مع أنا بسأل بداية حضرتك كأستاذة إعلام، يعني تقييمك إيه للتغطية الإعلامية وعمل الإعلام العربي على سبيل التحديد في هذه الحرب؟ هو طبعا احنا يعني الاعلام العربي بشكل عام دايما كان بيفتقر ان هو ازاي يصدر الصوره الحقيقيه، خصوصا لما المساله تتعلق بازمات لها علاقه بقضايا عربيه. احنا دايما كنا بنغيب بشكل كبير، فبالتالي وهي ليه اسرائيل والدول الغربيه اكتسبت ده، لان هي اللي كانت الصوت الموجود بقوه بشكل مباشر، واللي بي بي يعني رأيه هو ده يعني المصدر إلى الجمهور العام. احنا يعني قعدنا لفترة طويلة مش قادرين ان احنا الإعلام بتاعنا يصل ان هو يعني يقدم صورة حقيقية، لأن المسألة مسألة تراكمية طبعا، أكيد مش قادر يقدم صورة حقيقية تخاطب الجمهور الغربي بمنطقه وبلغته، بلغته مش بس اللغة الإعلامية كمان، مش لغة اللهجة يعني أو اللغة يعني المنطوقة، لكن إزاي إن أنا أكلمه بشكل فيه يعني إحنا أحيانا في الإعلام العربي بننفعل أكتر، يعني بيكون عندنا انفعالات، بيكون عواطفنا يعني طاغية بتغلب أكتر. على التغطية المهنية اللي هي عايزة حقائق وأدلة وأسانيد، وده المفروض بيكون موجود وقت طبعا الأزمات حقيقي فعلا بتبقى في الأحداث سخنة جدا، لكن لازم بيبقى في وقفة للتفسير للتحليل. يعني مثلا في حرب الخليج كانت في تغطية مباشرة، ويمكن التغطية المباشرة كانت بتدي معلومات حقيقية، لكن بتيجي بقى بعد باخد مسافة بقى بعد شوية، وابتدي بقى اجيب المحللين والمفسرين اللي هم يعملوا لي الايه الرؤية اللي انا عايزة اصدرها يعني عكس ما هو للجمهور قائم فعلا. بالظبط.